كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. واش اللي كيدوز الاغنيه ديال سيمانه؟ اغنيه شو الاغنيه مزيانه كدوز عندهم سيمانه؟ حنا كهضر لي على النجوم، راه فرق كبير بعرفتي النجم فين كاين نجرام السماء. هادوك مبتدئين غيبداو عيساليو، راه الباز والطن وخلصوا والطن هنا صافي، عندهم واحد شويه ديالهم وكيساليو. عطيوني الاباطير، عطيوني الناس، عطيوني التاريخ، عطيوني شي حاجه. فينا هما الناس الواعرين؟ لا ممثلين ولا مغنيين، فينا هما؟ والحمد لله باقي الاسماء ديالهم منقوشه كاينه، اما هادو اللي طالعين دابا اليوم عنده عام العام الجاي ما كيبقى يعقل عليه حتى واحد. هذا هو الواقع. نسبه المشاهده على اليوتيوب انا في النظر ديالي انا كيف كندير انا ما عمري نتحدى شي نهار عادي ندخل عنده اليوتيوب ولقوني مخلص درهم. انا ما كنعولش لا والو، لا على يوتيوب لا على والو، انا كنعول على راسي. والانسان اللي عنده المقدار ديال الشهره ديالو باليوتيوب هذاك انسان ما عنده الساس، حيت الساس ديالو هو اليوتيوب، كيمشي اليوتيوب وكيبقى يخلص. اذا هذاك انسان غادي يسالي في اسرع الاوقات، واللي عنده هذا هو الواقع. يلا عقبه المسار الفنون كيفاش بدا يسمع عليه؟ واش كيبقى يطلع على ظهر عادي ولا هادي؟ الحمد لله انا بغيت لاش غندير لي هادي، الحمد لله راه غادي، انا غادي بيالله غادي الحمد لله، خدام على راسي. اش غندير انا؟ ما نصاب، ما محتال، ما كذاب، ما والو. انا اللي عندي كنقولو، هذا هو الواقع. اذا هنا في الله سبحانه وتعالى غادي معايا مزيان، وهما اللي كيهضروا كيبقاو يهضروا. مادام كيهضروا من موراك اعرف راسك راك انت هو القدام، رانا القدام وهما اللور. اللور مالش غندير ليه؟ كلشي ديال الله. ينصحوا هذا اللي يعتمد على راسه، يعول على راسه، ما يبقاش يشري الكلام، ما يشريش الالحان، اللي حر راسه يكسب راسه يجتهد. فهمتيني؟ الحمد لله كاينين موهبات واعرين في هذه البلاد السعيده، علاش ما كيقلبوش عليها؟ راه هذا راه شوف الموهبات اللي كاينين بحالهم بحال الخير، الخير بعيد وهما بعاد. راه الخير راه كاين الباغي ديال الخير، ولكن ما كاين، فهمتيني؟ ما عارفش فين. راه بحالك راه كاين مغنيين واعرين ولكن الناس ما عارفينهمش فين. اذا ينوضوا يقلبوا على راسهم ويجاهدوا، وهادو اللي باغيين يوليوا واعرين غير يجاهدوا غيوليوا واعرين من الاخر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.